الله يرحمك يا زاد، الله يسامحك ويغفر إليك. ألو ست زوزو؟ أهلا أهلا، إزيك يا دوني؟ أهلا. فهمت، عندك ناس؟ أيوة. بتقول إيه؟ اسمعيني زين، هالوقت لازم تنزلي وتقابليني بمنطقة الصنوبر على طريق المسلمة. ها تعرف المكان؟ أيوة عارفة، بس لازم أجي دلوقتي يا توني. طبعا طبعا، لاجل تستلم الجناحات الاسترليني وتصرفيهم لبناني مثل كل مرة. أنا بانتظارك. حاضر يا توني، مسافة السكة. مع السلامة. ها انت زعلان؟ لا فرحان. الا زعلان اذا كان عرق الحياة قطع منك وبتكلمي رجالة من غير احترام بوجودي انا هنا في التليفونات. لا انت بتغير من كل واحد بيكلمني. عايز تعرف ده مين؟ وكيل اعمالي، لقى لي عقد جديد في كباري جديد. فايه رايك؟ رايي اني انا بغير عليك، انا دمي حامي، انا طبعي كده. يعني اعمل لك ايه؟ اقعد لك في البيت؟ لا لا يا ستي، ولا تقعديني في البيت ولا تنطي على الحيط. انت تشوفي شغلك وانا اشوف شغلي. انا على كل حال عندي مهمه صعبه جدا، لازم ادور على المجرم شيلح وانتقم منه، وربما ما ارجعش تاني. ما تبقاش مجنون يا برهان. انا شايف اننا نفارق بعض من دلوقتي يا زوزو. كده فاذا انت حر وانا حره. عاوز اقول لك الوداع. الوداع يا زوزو. زوزو نازلة دلوقتي. ها؟ وأكيد حتقودنا لأحد أتباع الملعون شيلح. أجد يعني خلاص حسبني بين الجبال والوهاد. الله مالك يا برهان؟ لا ابدا. طيب انا حمشي حسيبك وما تخافش علي ابدا. ولا يهمك، الخطه حتنجح زي ما رسمناها تماما. طيب ربنا معاك، يلا شد حيلك. ادي مفتاح حبي المحطم. ربنا يستر. مفتاح زوزو. الله اودعك تاني، يمكن ما اشوفش وشي ابدا. ولا يهمك، ان شاء الله حنتقابل تاني. ان شاء الله ان شاء الله. على الله. الوداع. مع السلامة. الوداع عزيزي.
ضيف شلح يا شلح، معانا ضيف شلح. الله معاكم يا رجال. الله معاك يا شلح. هلا بيك يا زهران. واخيرا يا شيلح بن كيلح يا عدو الله، انت بالله ده يوم اسود في حياتك ويوم ابيض وفخ لي انا يا آل كابوني. ما يكون هالمجنون؟ ولد شكور؟ انت ولد شكور؟ انت تبقى عدو ما ضيف. اخرس اكتم انفاسك، ما تنوص الورا ابد. انت شجاع والله. قل لي كيف قدرت توصل لهين؟ اولا انا جاي هنا مختارا لا مضطرا، جاي هنا عشان اقبض عليك، عشان قتلت ابويا، ابويا الحنون، واسلمك للعدالة وللمشنعة. أنا بحياتي ما أضحكت مثل هاليوم. والله أنت بياع كلام زين. قل لي بقي عندك طلب تاني؟ أيوة عندي طلب تاني مهم جدا، أأمرك تسلمني ست راسك هدى. هي فين؟ لا إلا هالطلب. هدى صارت منا وفينا، وعن قريب راح تصبح زوجتي. زوجتك؟ اه يا خاين، بقى تقتل ابوها وعاوز تتجوزها كمان؟ اكيد انت منى خوليا عقلك مش سليم ابدا. لا انا عقلي سليم، الاجرام شيء والحب شيء اخر. والله ما كنتش عارف ان حضرتك متفلسف ومجرم في ان واحد. انا امرك انك تجيب لي هدى، انا عاوز هدى. يا هدى 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 يا هدى 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 كارك المنقذ هدى. برهان هدى برهان برهان. ايوه انا برهان. لا 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 هدي هدي هدي، ما عندكيش فكره قد ايه انا مبسوط لما شفتك. وانت ايوه كده ايوه كده فرفشي. ونبيل عامل ايه؟ ما تفكرنيش بنبيل، نبيل من يوم ما غبتي عامل زي مجنون ليلى، ما فيش الا هدى هدى هدى. يا خبر اسكتي، انا نسيت حته نسوه انما بالعمر. نبيل نبيل وصاني وامني امانه اني ابوسك بوسه من هنا وبوسه من هنا. ايه رايك بقى اعملي كده؟ واحده تانيه كيف تقبلها واني موجود؟ انا ما قلت لك راح تصبح زوجتي؟ يا راجل افهمك ازاي وانت انسان جاهل. استنى يا برهان، دي مساله تهمني اكثر من اي واحد. انت ما تقولي شيء، النساء عندنا ما لهم كلام. انا قلت راح تتزوجين وبس. مين المدام؟ دي الإنسانة الوحيدة اللي عطفت علي، حضرتها تبقى والدته. أهلا، أنا متشكر خالص يا مدام كيلح. يا عيب الشوم، هذا واجب علينا. العفو، أنا عاجز عن شكرك لعطفك على هدى وعلى إنسانيتك. هذا كله من فضل ربنا يا ولدي. يا هلا بيك، اتفضلوا اتفضلوا. ممكن عزمانة على الموت. يا هلا بيك. هلا بيكي. مين تكون حضرتك؟ أنا اسمي برهان بيك. يبقى ابن شكور بيه اللي قتلوه. رحمة الله على والدك. إيش بدي أقول؟ قلبي صار مثل مية النهر، فايد بالآلام. الله يسامحك يا شيلة. أنا بستغرب إزاي أم فاضلة زيك
يكون عندها ابن مجرم زي شيلح. هذا النصيب والمقدر، لكن ربنا خلق الرحمة والسماح بقلوبنا، واللي صار صار. يا هلا بيك، شرفت أرض ديارنا. متشكر. بريد منك يا رجوتي تزيح الحزن من قلبك، والمسامح كريم. انت بتفكر كتير يا تشيلح. أنا غير مرتاح لوجود هالبرهان، ليكون مخبر البوليس. لا تنسى موت زاد كان على يد البوليس. باكر لازم نرحل ننصب خيامنا عند المغاير. واه المغاير؟ المغاير بعيدة وما بيها مي. لا تشيل هم، أنا المسؤول عن المي. والبنت هدى وبرهان ناخذهم معنا. وجودهم معنا تعب علينا، والبوليس ما راح يرتاح قبل ما يخلصهم. ويش رايك نرحل البنت لبلدها؟ لا، البنية صارت من نصيبي. ما ظنت ارتاح معاها يا تشيلح. هذا شيء يخصني. روح كلم زوزو بالتليفون، لازم تحافظ على الفلوس لحين ما نرجع نكلمها. حذرها من البوليس. يا ربع باكر حلوا المضارب. حاضر يا تشيلح.